بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسنة بسنته. طبعا موضوع محاضرتنا اليوم حيكون عن الإيرادات العامة للدولة. يمكن موضوع الإيرادات العامة للدولة خاصة في مناخ الدول العربية من المواضيع الهامة، ويجب أن يحظى باهتمام المسؤولين وقيادات البلد، لا سيما أن موارد الدولة محدودة وإيرادات الدولة محدودة. لذا يجب أن يأخذ هذا الموضوع يعني الاهتمام الأكبر من متخذي القرار داخل. طيب، لو تكلمنا إيش يعني مفهوم الإيرادات العامة للدولة؟ الإيرادات العامة للدولة اللي هي كافة المباني التي تحصل عليها الدولة خلال فترة زمنية معينة من مصادرها المختلفة. يبقى كافة المباني التي تحصل عليها الدولة خلال فترة زمنية محددة. طبعا احنا بنعرف اللي هي فترة الموازنة اللي هي السنة الميلادية، خلال فترة زمنية محددة من مصادر التمويل المختلفة. طيب، لو تكلمنا عن مصادر التمويل داخل الدولة، او خلينا نقول تصنيف الإيرادات داخل الدولة. طبعا في عندنا نوعين من التصنيف. التصنيف الأول اللي هو صنف الإيرادات إلى ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي الإيرادات الضريبية، المجموعة الثانية هي الإيرادات غير الضريبية، والمجموعة الثالثة هي المنح والهبة. يبقى المجموعة الأولى وهي أهم مجموعة وهي الإيرادات الضريبية، وخزينة الدولة تعتمد بالدرجة الأولى على الإيرادات الضريبية. هتقول لي ليش؟ لأنه إحنا ما عندناش موارد أصلاً غير الضرائب. تكاد تكون دولة فلسطين فقيرة بالموارد باستثناء هذا المورد اللي هو مورد الضرائب. طبعا الايرادات الضريبيه احنا بنعرف لما درسنا في اللي هو المحاسبه الضريبيه انه عندنا ضرائب نوعين، في عندنا ضرائب مباشره وضرائب غير مباشره. اما الضرائب المباشره فهي اللي هي ضريبه الدخل وضريبه الثروات، او ما تعرف بضريبه راس المال. اما الضرائب الغير مباشره واللي اشهرها ضريبه القيمه المضافه، ويمكن هي الاكثر يعني تغذية لخزينة الدولة اللي هي ضريبة القيمة المضافة. طبعا في عندنا ضريبة القيمة المضافة، في عندنا ضريبة الجمارك، في عندنا ضريبة المشتريات، ضريبة المبيعات، في عندنا ضريبة النسبة المكملة، وهذه ما تعرف بالضرائب الغير مباشرة. يبقى إذا أول مورد من موارد الدولة أو أول مجموعة من مجموعات اللي هو الإيرادات اللي هي الإيرادات الضريبية. الإيرادات الضريبية. النوع الثاني اللي هي الإيرادات غير الضريبية، وطبعا الإيرادات غير الضريبية وهي مبالغ بسيطة جدا تذهب إلى خزينة الدولة على شكل رسوم، مثلا اللي هو زي رسوم جواز السفر، رسوم اللي هو الدخول إلى المستشفى، رسوم اللي هو الالتحاق بالجامعة أو رسوم الجامعية، وهذا عادة بتكون مبالغ بسيطة. في أيضا الغرامات وهي مورد من موارد الدولة. مثلا صارت منازعة معينة أو مشاجرة معينة بين شخصين، فبيحكم القاضي على أحد الأشخاص أو على الشخصين بدفع غرامة معينة نتيجة اللي هو إحداث ضوضاء مثلا في المجتمع أو إحداث اللي هو مشاكل في المجتمع، وهي ضريبة الغرامات. في المخالفات وهي المشهورة جدا واللي كثير من الناس بيتضمروا منها، وبيقول لك اللي هو مخالفات المرور يعني شقت على الناس. فهذا طبعا يا جماعة هذه المخالفات مورد من موارد الدولة، وإن كان وجهة نظر الناس فيها وجهة نظر سلبية، لكن في النهاية هي أصلا بتنظم الحياة داخل البلد، وهي مورد من موارد الدولة. وأنا أعتقد أنه مورد وأهميته أنه بيساعد على اللي هو إيجاد أموال للدولة، وفي نفس الوقت بينظم وبيهذب سلوك المواطنين. في عندنا اللي هو مورد اللي هو المصادقات أو التصديقات. الآن الواحد لو بده يروح مثلا الشهادة الجامعية تاعته، بيروح مباشرة بيروح على وزارة التربية والتعليم وبيدفعوا له مبلغ معين اسمه التصديقات أو المصادقات. يبقى الآن انتهينا من المورد الأول اللي هو المورد اللي هو المجموعة الأولى وهي مجموعة اللي هو الإيرادات الضريبية، ثم انتقلنا إلى المجموعة الثانية وهو مجموعة الإيرادات غير الضريبية وهي متمثلة بالرسوم
والمخالفات والغرامات والمصادقات، وايضا نضيف عليها الاثمان. ممكن يكون الدوله عندها سلعه معينه وبتبيعها وبينتج عنها مورد لخزينه الدوله، ويمكن الحال موجود عندنا اللي هي على شكل اللي هو المنتجات الزراعيه اللي احنا بنبيعها للمواطنين وينتج عنها ثمن معين، وهذا الثمن في الاخر بروح على خزينه الدوله. لو في عندنا موارد زي الغاز مثلا بنبيعها ولها اثمان، لو في عندنا موارد زي البترول زي الدول الخليجيه بنبيعها ولها اثمان، لو عندنا موارد طبيعيه زي الحديد والصلب واللي هو مشتقاتها، كل هذا يا اخوان يصنف تحت الضرائب او الموارد غير الضريبيه او الايرادات غير الضريبيه على شكل اثمان. طيب النوع الثالث او المجموعه الثالثه اللي هي المنح، واحنا بنعتمد عليها يمكن بالدرجه الاولى، لانه اصلا في دراسات بتقول لك انه موازنه فلسطين تحتاج الى 60 او 50% تمويل منح وهبات. يعني تخيل، يعني انه احنا بنقدر نامن من ايراداتنا الداخليه اللي هو تقريبا 50%، وبنحتاج الى 50% منح وهبات. لأن أنتم بتعرفوا أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يعني يتعرض إلى هجمات وضربات باستمرار، فهو اقتصاد مرتبط باللي هو دولة الاحتلال، وإحنا ما بنقدرش نقدر نبني اقتصاد كل 3 أو 4 سنوات بيتعرض لمجموعة من الحروب، وبالتالي إحنا إلى حد ما بنحتاج اللي هو الدول الصديقة والدول العربية والدول الإسلامية في تمويل موازنتنا من خلال المنح. وهذا التقسيم الاول. يبقى التقسيم الاول قسمنا الى 3 مجموعات، المجموعه الاولى اللي هي الايرادات الضريبيه ومتمثله بالضرائب سواء كانت مباشره او غير مباشره، تمام؟ وقلنا الضرائب المباشره اشهرها اللي هي ضريبه الدخل وضريبه الثروات، اما الضرائب غير المباشره واشهرها ضريبه القيمه المضافه. ثم او الرسوم الجمركيه او اللي هو الضريبه الجمركيه. ثم انتقلنا الى المجموعه الثانيه وهي مجموعه الايرادات غير الضريبيه، وقلنا هي عباره عن اللي هو الرسوم والاثمان والمخالفات والغرامات والمصادقات، وانتهينا اخيرا بالمجموعه الثالثه وهي مجموعه الايرادات المتمثله بالمنح والهبات، وهي نعتمد عليها بالدرجه الاولى من اللي هو المصادر الخارجية سواء كانت دول عربية أو دول صديقة أو اللي هو دول إسلامية. طيب ننتقل إلى التصنيف الآخر. في بعض الكتاب صنفوا الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيات، اللي هي مجموعة الإيرادات المحلية ومجموعة الإيرادات من مصادر أخرى. مجموعة الإيرادات المحلية والإيرادات من مصادر أخرى، أو حتى سموها الإيرادات غير المحلية. الآن الإيرادات المحلية قسموها لقسمين، إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، اللي هي المجموعتين اللي في اللي هو التصنيف الأول. يبقى مجموعة الإيرادات المحلية قسمها لقسمين اللي هو إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية. أما الإيرادات من مصادر أخرى فراح قال لك اللي هي عبارة عن المنح والهبات اللي هي ظلت الأخيرة هناك والقروض. وفي ناس تعتبر القروض اللي هو ايراد، وفي ناس بتعتبرها مصدر من مصادر التمويل. وان كان المصطلحين متقاربين، لكن في النهايه احنا بنقول الدوله لا تلجا الى الاقتراض الا في الظروف الطارئه جدا. لانه احنا في عندنا قاعده انه اذا انا اصبحت او انا اصبحت مقترض أصبحت أسير للقروض. عشان إيه؟ نبتعد كل الابتعاد عن موضوع الاقتراض، لأنه أنا أعتقد أنه مصدر من مصادر التمويل القاسية جدا والأكثر سلبية، لذلك إحنا حنبتعد إن شاء الله عن هذا الأمر. طيب، نيجي لطرق تحصيل الإيرادات، كيف الدولة بتحصل الإيرادات؟ الطريقة الأولى اللي هي طريقة التحصيل المباشر. طبعا هذه الطريقة معروفة ومشهورة، ويتم تحصيل الإيرادات من المكلفين. طبعا احنا بنسميه مكلف، الشخص اللي بيساهم في تقديم ايرادات للدوله يسمى في علم المحاسبه والاداره مكلف. وهنا يتم تحصيل الايرادات من المكلف
بصورة مباشرة وبشكل نقدي. يعني بنحصل الإيرادات من المكلفين بصورة مباشرة وبشكل نقدي. وعادة تكون بواسطة اللي هو جبات أو المحصلين الماليين. ولو أخذنا مثال على التحصيل النقدي اللي هو التحصيل لما بيكون المواطن راجع من السفر وبيتجمرك أو بيتعرض للجمرك، هنا بيكون في محصل إيرادات داخل المعابر وبحصل الإيرادات من المسافرين أو من العائدين إلى الوطن بشكل مباشر، وهذا بسموه اللي هو التحصيل المباشر. النوع الثاني اللي هو تحصيل بواسطة جبات الضريبة، وهذا التحصيل يتم في دوائر الضريبة. يعني احنا بنعرف انه الكم الأكبر أو المبالغ الأكثر لمتحصلات الدولة أو لإيرادات الدولة الضريبة. يبقى عشان كل دائرة ضريبية أو كل وحدة ضريبية داخل الدولة فيها محصل أو جاب اسمه جاب الضريبة. وطبعا المواطن بيتوجه أو صاحب الشركة أو صاحب اللي هو أو المكلف بيتوجه لدائرة الضريبة، بيخلص معاملته الضريبية، بيعرف قديش عليه استحقاقات، وبينزل مباشرة أو بيدفعها مباشرة لدى دائرة الضريبة المختصة، وهذا ما يعرف بالتحصيل بواسطة جبات الضريبة. الآن في نوع آخر اللي هو التحصيل بواسطة المقاضاة. التحصيل بواسطة المقاضاة، إيش يعني التحصيل بواسطة القضاء؟ يعني التحصيل بقرار أو بحكم قضائي. التحصيل بحكم قضائي، يعني هذه المبالغ اللي إحنا هنحصلها من المواطن بتكون نتيجة حكم قضائي. فمثلا لو رجعنا لموضوع المشاجرة العائلية اللي حكينا فيها قبل شوي، لأن المشاجرة العائلية اقتضت أن القاضي تأديبا لمحدثين هذه المشاجرة أنه يغرمهم مبلغ 5000 جنيه، فصدر قرار أو صدر حكم قضائي بتغريم المتشاجرين مبلغ 5000 شيكل. الآن ال 5000 شيكل هذه أصبحت قانون، وهذه المبلغ ملزم انه يدفعه في اللي هو ايش؟ في الخزينة المحكمة نفسها، فبالتالي اصبح التحصيل بقرار محكمة. يبقى الان المواطن بيقدر يتجنب هذا المبلغ؟ طبعا لا، لانه اصبح قرار محكمة. في عندنا التحصيل بالمقايضة او ما يعرف بالمقاصح. طبعا هذا التحصيل اللي هو بالمقايضة معروف، لو كان المواطن رصيده دائن لدى الدولة. ايش يعني رصيده دائن؟ يعني هو بده من الدولة. هو في مواطن ممكن يكون بده من الدولة؟ غريبة هذه أستاذ رام، ايش يعني مواطن بده من الدولة؟ طول عمرنا بنعرف انه الدولة هي اللي بتاخذ الأموال من المواطنين، بي سي. لو افترضنا مثلا في قضية اللي هو الحروب الأخيرة، دولتنا قامت بتقديم مساعدات للمواطنين. قالت لك كل مواطن تعرض لضرر معين على سبيل المثال في سيارته، واحنا كدولة مش قادرين نصلح له سيارته، فالان مسموح له 3 سنوات يرخص السيارة مجانا. فالان اصبحنا رصيد في الدولة، رصيد 3 سنوات ترخيص مجانا اللي هو رسوم ترخيص. الان المواطن الاصل انه لما يروح يرخص سيارته يدفع فلوس والدولة تحصل منه ايش؟ هذه الاموال. لكن ايش الحال؟ بيفتح على جهاز الكمبيوتر بيلاقوا في انه رصيد 3 سنوات ترخيص مجاني. ففي هذه الحاله بنحصلش منه، لكن بنروح ايش بنعمل؟ بنخصم من المبلغ الموجود له، فبنخصم سنه. فبكون هذا وكانه تحصيل بالمقايضه، يعني قيادنا مبلغك اللي على الدوله بالمبلغ اللي المفروض تدفع، فبصير بدل ما لك 3 سنوات بصير لك سنتين. الان السنه اللي بعدها نفس القصه. نفتح على رصيدك عند لدى الدولة، بنروح بننزل لك وكأنك دفعت. بنروح للسنة الثالثة الآن في السنة الرابعة بكون لكش رصيد، فبتروح ايش؟ بتدفع مبالغ اللي هي مستحقة للرخصة أو للترخيص، وهكذا بيكون ايش؟ بيكون هذا ما يعرف باللي هو التحصيل بالمقايضة. في عندنا التحصيل بواسطة الحوالات المالية أو الحوالات البنكية البريدية. الحوالات البنكية أو الحوالات المالية. الآن بعض اللي هو التوجهات انه مش شرط المواطن يتوجه للي هو الضريبة،
خلاص هو بمجرد ما عرف انه عليه ضريبة 1000 شيكل بروح في اي بنك، اي بنك كان بروح بيدفع هذا المبلغ وبقول لهم هذا المبلغ لصالح مثلا وزارة المالية. الان دايركت البنك بيعمل معاملة وبحول المبالغ على وزارة المالية، فاصبح في تحصيل بموجب حاجة اسمها حوالات، لان البنك حيحول لوزارة المالية وفي النهاية حيروح كله على خزينة الدولة. التحصيل الاخر او النوع الاخير هو التحصيل عن طريق الحجز من المنبع او الحجز من المصدر. كيف يعني الحجز من المنبع او المصدر؟ الان انا كموظف الاصل انه انا بدي اتقاضى راتب 5000 شيكل. الان لما بروح استلم راتب بلاقي 4500. طب يا عم انا عندي فيشه راتب بتقول لي راتب استاذ رام كمحاضر 5000، ايش اللي خلاني اقبض 4500؟ قال لي الدوله بتحتجز مبلغ 500 اللي ما تعرف بضريبه الدخل على الرواتب، لانه انا ما دام عندي دخل يبقى لازم ادفع ضريبه. فالان في حلين امام الدوله. الحل الاول انها تعطيني ال 5000 وانا اروح ادفع الضريبه. وبالتالي حتكون حصلت من الدوله الضريبه بشكل مباشر. لكن هذا ما بيحصلش، بقول لك لا، اعطيها 4500، احجز ال 500 وارسلها على دائره الضريبه وهيك بتكون الضريبه اتحصلت او الايراد اتحصل. يبقى في عندنا اللي هو التحصيل المباشر، التحصيل بواسطة جبات الضريبة، التحصيل بواسطة المقاضاة، التحصيل بالمقايضة أو المقاصة، التحصيل بواسطة الحوالات البنكية أو البريدية، والتحصيل عن طريق الحجز المنبع أو حجز المصدر. الآن في عندنا اعتبارات يجب مراعاتها في ملف الإيرادات بشكل عام. ويا جماعة أنتم بتعرفوا عندنا قاعدة احنا كعرب هي بتقول لك المال السايب بيعلم السايب. عشان نحافظ على المال ونحمي هذا المال اللي هو اصلا مال قليل. يعني احنا ما عندناش اموال او ما عندناش متحصلات او ما عندناش ايرادات زي دول الخليج مثلا. ولا عندنا متحصلات وايرادات زي اوروبا، ولا عندنا متحصلات وايرادات زي دول الغرب، حتى الدول المجاورة وضعها افضل حال من ايش؟ من دولة فرنسا. عشان هيك هذا الكم البسيط من الايرادات او هذه المبالغ البسيطه من الايرادات تحتاج الى حمايه معينه، تحتاج الى حفظ معين. عشان هيك رحنا وضعنا مجموعه من الاعتبارات عند التحصيل. اول اعتبار لا يجوز تحصيل اي ضريبه او ايراد الا باجازه السلطه التشريعيه. يا جماعه احنا ما بنحصلش الايرادات حسب اهوائنا ولا حسب اجتهادات. احنا بنحصل الايرادات بقانون، والقانون سنه المجلس التشريعي. يعني واحد ايش بيقول لي يا استاذ رامي؟ بيقول لي على اي اساس انتم بتاخذوا من الناس ضرائب؟ ليش بتاخذوا من الناس ضرائب؟ بتعرف ايش بقول له؟ بقول له في يوم من الايام انت اخترت عضو مجلس تشريعي ممثل عنك هو اللي اقر الضريبه. يعني انت اللي اقريت الضريبه فعليا. لانه الوكيل عنك في المجلس التشريعي وافق على سن الضريبه. عشان هيك احنا كدوله بس بناخذ الضرائب والرسوم اللي صدر فيها القانون. طب بنفع يا استاذ رامي ناخذ ضرائب ورسوم من المواطنين بدون قانون؟ يعني مثلا كيف بمرسوم رئيس؟ اجى رئيس الدوله وقال لك يا عمي والله احنا ايرادات الدوله قليله. واحنا بدناش ناخذ فلوس لا من دول صديقه ولا من دول مجاوره ولا من دول عربيه ولا من دول اسلاميه. هل يحق لرئيس الدوله فرض ضرائب على المواطنين او زياده الضرائب المفروضه؟ لا. لا. الله اكبر، رئيس دوله استاذ رامي، بقول لك لا، لازم يمرر القرار على المجلس التشريعي ويوافق عليه مجلس تشريعي بثلثين الاعضاء كمان. يعني ثلثين الاعضاء يقولوا بدنا نفرض ضرائب على المواطنين. ثلثين الاعضاء يقولوا بدنا نفرض رسوم على المواطنين، او بدنا نزيد الرسوم ونزيد الضرائب. شفتوا لاي درجه الموضوع خطير؟ عشان هيك نعيد العبارة مرة ثانية، لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسوم مالية ما لم تجيزها السلطة التشريعية. ولازم تكون بقانون. ويجب أن تكون بقانون. طبعاً إحنا عندنا في فلسطين كثير من الضرائب والإيرادات، وخاصة الإيرادات اللي هي الرسوم والتراخيص والحاجات هذه، كانت كلها بمرسوم رئاسي في زمن الرئيس الراحل أبو عمار. والان يعني في كثير من الدراسات لعرض هذه القوانين
وهذه الرسوم على المجلس التشريعي عشان تاخذ صفه القانون الرسمي. طيب، يتم تحصيل ايرادات من قبل المحاسبين ومعاونين. يا اخوه، ما دام حكينا عن محصل ايرادات لازم يكون اما معاه بكالوريوس محاسبه او يكون معاه دبلوم محاسبه. يعني معنات الكلام انه كل الامور اللي احنا عمالنا بنشوفها في الدوله بنلاقي محصل الايرادات مخلص اعلام، بنلاقي محصل الايرادات مخلص جغرافيا، فبنقول لهم يا جماعه هذا ممنوع. بقول لك وايش يعني، ايش يعني محصل ايرادات؟ راجل قاعد وفي عنده خزينه وبيجي له المواطن بقول له انا بدي ادفع للدوله، باخذ منه الفلوس وبعطيه صار. طبعا هذا وجهه نظرك، لكن وجهه نظر العلم بتقول لك انه هذا علم متكامل. هذا الرجل مطلوب منه يعد تقارير، مطلوب منه يدير عمليه التحصيل بشكل سليم ومناسب، مطلوب منه امور كثيره. عشان هيك القانون هو اللي بقول، مش انا اللي بقول. بقول القانون يحظر على غير المحاسبين ومعاونيهم اللي هو معهم دبلوم محاسبه، يحظر عليهم ممارسه مهنه محصل ايرادات الا اذا خلصت البلد من المحاسبين واللي هو دبلوم المحاسبه، وهذا يا جماعه مش حيكون. تمام؟ ويجب ان تكون عمليه التحصيل ايضا بموجب وسائل التحصيل المتعارف عليها. يعني ما ينفعش يا جماعه انه مواطن يعطيك فلوس ايرادات للدوله وانت كمحصل ايرادات داخل الدوله تقول الله يسهل عليك. لا، لازم تحرر له ايش؟ ايصال، عشان تثبت حقه او تثبت حقه في انه دفع ما عليه للدوله، وفي نفس الوقت عشان مصاري ما تحطنش في جيبي. لان يا جماعه بدون ايصال يبقى معنات الكلام انه حضرتك ايش؟ دخلت الفلوس في جيبتك، لانه هذه لم تكن عمليه تحصيل وانما كانت عمليه استلام اموال. ايضا من الاعتبارات يتم حصر حق تداول الاموال وحيازتها في كل دائره ماليه بامناء الخزينه. ايش يعني امين خزينه؟ يعني بقول لك حيازه الاموال ومداولتها او تداولها يجب ان يكون من صلاحيات امناء الخزانه. المعنى انه ممنوع غير امين الخزينه، ممنوع غير امين الخزينه يتصرف في الاموال داخل الوزاره المعنيه او داخل الوحده الاداريه المعنيه. طيب احنا مش فاهمين يا استاذ، معلش اشرح لنا اياه. الان يا شباب، كل مؤسسه حكوميه او كل وحده تنظيميه اداريه تابعه للدوله، سواء كانت وزاره او كانت جامعه زي الجامعه اللي احنا فيها، او كانت مثلا مدرسه او كانت مستشفى، هذه الدوائر او هذه الوحدات الاداريه التابعه للدوله يجب ان يكون لهذه المؤسسه حاجه اسمها دائره ماليه، وداخل الدائره الماليه لازم يكون في شخص اسمه امين الخزينه. هذا الشخص امين الخزينه هو المتصرف الاول والوحيد في حيازه وتداول الاموال. وفي النهايه يا جماعه انا باجيب هذا الامين الخزينه بمواصفات معينه، مش اي شخص بينفع يكون امين خزينه. اول شرط من الشروط لازم يكون بيحمي المؤهل العلمي في تخصص المحاسبه او في تخصص الاداره كحد ادنى، ويفضل في تخصص المحاسبه، وهذا شرط الان. رقم اثنين، لازم يكون حسن السمعه، يعني ذو سمعه طيبه، لانه هذا الشخص حيكون مسؤول عن ايش؟ عن الاموال. وياما مؤسسات الوزراء تم اللي هو اختلاسها نتيجه اختيار الشخص غير المناسب. رقم ثلاثة اللي هو الأهم، لازم نأمن له وسائل الحماية والأمن اللازم. واحد بيقول لي أستاذ رامي كيف نأمن له؟ أول شيء يا جماعة لازم يكون هذا الموظف في غرفة مستقلة. ما ينفعش أحطه في غرفة فيها ثلاث أربع أشخاص. لو لا سمح الله في يوم من الأيام نسي الخزنة فاتحة وقالوا له والله والدك مريض أو والدتك بتموت ونسي الخزنة فاتحة وطلع وضل موظف موجود بيختلس كل الأموال، وفي الاخر بيطلع بيقول لك انا والله جيت لقيت الخزنه فاتحه. طب مين المسؤول عن الخزنه؟ امين الخزنه. هذا الموظف اللي عنده ماليش دعوه، رغم انه اختلس، لكن في النهايه عشان هيك بدنا نامن لهذا الشخص وسائل الحمايه اللازمه. اهم وسيله من وسائل الحمايه ان نحط كاميرا مسلطه على وين؟ على الخزنه، حتى لو لا سمح الله صار
الحدث اللي قبل شوي بنحكي عنه، تمام؟ وترك المكتب وترك الخزنة فاتحة واجا موظف من الموظفين بده يختلس على طول الكاميرا بتصور. رقم اثنين، لازم يكون هذا الموظف من الموظفين المثبتين. طيب ليش استاذ رامي؟ لانه يا جماعة بينفعش اجيب موظف بعقد لمدة سنة او ست شهور واسلمه امانة الخزنة ممكن اخر يوم فعقده خلاص خلص الراجل وقال لك انا حروح اليوم، اخر يوم يفتح الخزنة ايش فيها فلوس؟ يطلعوا ويسكر الخزنة ويطلع يهاجم. يطلع لأي دولة ويقول لك ما انا في الاخر مش موظف. وشوف عاد يا جماعة لو كان الخزنة فيها مبالغ محترمة في النهاية انت ايش؟ انت ما أمنتش وسائل الحماية اللازمة، لا وسائل الحماية بقول لك يا عزيزي هذا شرط. رقم ثلاثة، مفتاح مكتب أمين الخزينة لازم يكون بس معانا احنا. ما ينفعش نعطي المفتاح لثلاث أربع أشخاص. لا خلاص بس لوحدي. طيب أستاذ رامي لو ضاع المفتاح بيكون في نسخة أخرى موجودة عنده مثلا في البيت، موجودة في مكان آمن، بيعرفوش غير هو وممكن يكون بيعرفه مسؤول من المسؤولين الكبار. بحيث انه ايش؟ يعني شخص يعني نتوثق فيه الامانه والصدق ويكون من موظفين الصدق. يبقى يا جماعه مره اخرى يتم حصر تداول وحيازه الاموال فقط في اللي هو الخزينه العامه ومن صلاحيات امين الخزينه. طيب امناء الخزائن مسؤولين عن حفظ الاموال في الدار الماليه التي يمارسون بها وظائف، طبعا معروف هو في النهايه هذا امين الخزينه هو المسؤول عن حمايه وحفظ المال بالدرجه الاولى. صح وضعنا له كل العوامل لكن في النهايه هذا امان ملقى على عاتقه وهو مسؤول عن حفاظ الاموال. طيب نيجي للمحصلين، مسؤولين عن الاموال التي يجبونها وعليهم ان يودعونها يوميا في الخزينه العامه. طبعا يا جماعه هذه من الامور اللي اوصى عليها القانون سابقا وحاليا انه مع نهايه كل يوم، وعيد المعلومه مره ثانيه، مع نهايه كل يوم قبل ما تروح على بيتك او تفكر تسكر الخزينه كل الاموال اللي حصلتها بيتم اللي هو تجميعها واعداد فيها تقرير ثم بعد ذلك يتم ايداعها في البنك اللي هو في اللي هو الخزينه العامه. حنتكلم كيف البنك يصبح خزينه عامه. يبقى يا شباب ما تخليش عندك اموال بتقول بدي ابيتها لتاني. عشان هيك يا جماعه لو رحتوا على معظم اماكن التحصيل في الدوله، يعني لو مثلا الان عندنا من اماكن التحصيل اللي هو الدائره الماليه في الكليه، لان الكليه مؤسسه حكوميه. الان لو انا رحت الساعه 2 بدي اودع فلوس في خزينه او بدي ادفع رسوم، اسف، لو بدي ادفع رسوم هتلاقي الشباك مسكر، يعني المحصل مش موجود. هتسال عن المحصل هيقول لك راح يودي الفلوس للبنك. خلاص على الواحد بيسكر اللي هو الشباك بيجمع حساباته بيشوف قديش حصل رسوم خلال اليوم بيجمعها وبيعمل فيها تقرير ثم بعد ذلك بيروح بيودعها. وهذا يا جماعه شر انه المحصلين الاموال اللي بيجيبوها يجب ان يتم ايداعها. طب واحد بيقول يا استاذ رامي صار معي حدث طارئ، صار معي حدث طارئ، جيت بدي اودع عطلت السياره في الطريق وصلنا البنك لقينا البنك مقفل. بصير ولا بصير ايش؟ بصير. لازم تكتب هذا في تقريرك. تودع يومين، ثاني يوم بتخلي الاموال ثاني يوم، او بتروح بتودع الصبح. وهذا الافضل. ثاني يوم الصبح بصير الساعه 8 قبل ما تفتح باب التحصيل ليوم ثاني بروح مباشرة بنزل على البنك بأخر الناس شوي، معلش بيتحملوني الناس، بأخر الناس شوي بروح على البنك 8 8 ونص بأودع. طب اللي ده حيطلع في تاريخ يوم ايش؟ تاريخ يوم لاحق. فبروح بكتب في تقريري انه تأخر الإيداع عن يوم كذا كذا وذلك لأسباب وبذكر الأسباب وبخلي مديري يطلع عليه، لأن يا جماعة القانون الفلسطيني يشترط الإيداع يوم. ايضا من الاعتبارات يجب مراعاتها عند التحصيل يعطى لكل مبلغ يقبضه الامناء ايصال. يا جماعه ديروا بالك ما بينفعش احصل من اي مواطن اموال بالذات نقديه الا ما اعطيه ايصال، لانه بالايصال بيكون اثبات ادخال الاموال للخزينه هذه الفرعيه وبكون اثبات
انه المواطن اعطى الدوله. عشان هيك يا جماعه محصل الايرادات لازم يكون معاه ايصال، ولازم الايصال هذا يكون موحد. اليوم عندنا احنا في وزاره الماليه في اللي هو دفتر الايصالات، بيسلمونا دفاتر الايصالات من وزاره الماليه بحكم انها الوزاره الام او الوزاره المسؤوله عن ايرادات الدوله بشكل عام، وهي كل المؤسسات بتستخدم ايصال موحد. عشان هيك لو اجى محصل ايرادات زي حدث من يومين انا بسمع عنه بالقدر، بقول لك محصل ايرادات طابع ايصالات او دفتر ايصالات عن طريق اصدقاء له في مطبع مزور، وبيجي المواطن بيدفع مثلا 500 شيكل رسوم معينه وبعطيه اللي هو ايش ايصال. طبعا يا جماعه لازم يكون المواطن حذر واحد، ولازم يكون المواطن مطلع. يعني مش غلط لو عملنا نشره في اللي هو قناه الاقصى او في قناه القدس او في تلفزيون فلسطين، نعرف المواطنين آلية اللي هو الدفع، كيف انت تدفع المواطن؟ وايش شكل الايصال اللي بتستلمه؟ عشان ما تتكررش مثل هذه الاحداث. لانه يا جماعه في النهايه لما تخيل المواطن يكون دافع له 1000 شيكل رسوم معين لشيء معين، وفي الاخر يكتشف انه الايصال اللي استلمه ايصال مزور، يبقى معناه الكلام انه كانه ايش؟ كانه ما دفعش، لان خزينه الدوله مش مسجله. في النهايه حنستدعي المواطن ثاني ونقول له يا عزيزي اتفضل ادفع مره ثانيه. طب ينفع نقول للمواطن ادفع مره ثانيه؟ ما ينفعش، لانه هو بيقول لك انا دفعت وبيجيب لك الايصال. طب احنا في الاخر ممكن نشك في مصداقيه المواطن نفسه، نقول له هذا الايصال من مين اخذته؟ وخاصه لو كان محصل الايرادات سافر او هج او هرب الى بلد اخرى. ففي النهايه لا احنا عارفين نسدد المواطن، لان المواطن ممكن نفسه يطمع شاف صوره من صور الايصالات. عشان هيك يا جماعه لازم شكل الايصال يكون معروف لدى الدوله، يسموه ايصال القبض او ايصال استلام الاموال، اسمه ايصال القبض. طيب النقطه الثانيه، اي تحريف في الايصال، اي تحريف في الايصال يعتبر لاغي. طب واحد يقول لي استاذ رامي ايش يعني تحريف؟ اطلع معي. لو افترضنا هاي الايصال وافترضنا انه المواطن اللي اجى اسمه محمد علي، الان يا جماعه باجي بكتب اسم الايصال، استلمت من السيد الان محمد علي. الان لما جيت كتبت محمد، بعد ما كتبت محمد علي قال لي يا عم انا اسمي حمد علي. قلت له لا اله الا الله يا عم، ما احنا كتبنا الايصال. ففي ناس ايش بيروح بيعمل؟ بقول لك محمد، بروح بيعمل هيك بغمقها شويه وبخليها حمد، بخليها ايش؟ طبعا هذا يا جماعه يعتبر تحريف في الايصال، هذا يعتبر تحريف في الايصال. لا خلاص ما تكتبش حمد، الغي الايصال واكتب عليه لاغي. الغيه طبعا لغي الايصال بالمناسبه، تمسك الايصال وبتروح بتحط عليه ايش؟ بتحط عليه خطين وبتكتب عليه لاغي، وبتروح بتعمل الايصال اللي بعده وبتكتب حمد، ما تكتبش محمد لان المواطن طلع اسمه حمد علي. هذا تحريف. تحريف اخر في التاريخ، بيجي اللي هو محصل ايرادات بيكتب 20/11، الحين هو بيكتب 20/11 المواطن نفسه بيقول يا عم اليوم 21، بروح ايش الرجال حاطط واحد. طبعا يا جماعه لو انا حطيت واحد ما بيطلعش 21/11، بصير هذا تحريف، وكانه الايصال انعمل في 20/11 وبعدين اتحرف في ايش؟ في 21. برضه نفس القصه، بلغيه بخطين وبروح بعمل ايصال بكتب 21/11. ايضا في القيمه، لو كانت القيمه مثلا 7000 شيكل ورحت انا ايش كتبت؟ كتبت 700 شيكل ورحت كتبتها بالايش؟ بالارقام 700 شيك. واحد قال لك يا عمي 7000 اللي انا اعطيتك اياه، فراح الراجل عند 700 كتب 7000. اصلا انت بتطلع منظر الوصل بعد هيك بتلاقيه كانه ايش؟ كانه سوق او صد. عشان هيك يا جماعه الايصال اي خطا فيه، اي شطب فيه، اي كشط فيه، مباشره بغيره وبروح بعمل ايصال اخر. الان شوفوا هذه المعلومه، بقول لك كل مبالغ بيتم قبضها ولم يحرر بها ايصال تعتبر عمليه اختلاس. يعني انا محصل ايرادات وانا شفت المشهد هذا في حياتي كتير. الان
شيكل وبقول له الله يسهل عليك، بقول له اعطيني وصل، بقول له الحين انا بكتب الوصل والورقه البيضاء خلاص بمزع، تمام. والمواطن عاده يعني سلوك المواطنين سلوك بسيط، بقول لك ماشي يا خالد وبمشي، وانت بكون فعلا في ضميرك تعمل اللي صار. الان يا جماعه انت حطيت ال1000 شيكل في الخزينه، واجا مواطن بعده 500 شيكل و300 شيكل لسه ما حررتش ايصالات. الان لو اجى مراقب وزاره الماليه وقال لك معلش قديش في عندك فلوس، مسك الفلوس اللي عندك عاد لقاها 5000 شيكل ولقاك محرر ايصالات بس ب 3000، تمام. يعني الفلوس اكثر من الايصالات، المفروض يقول لك شكرا، لكن ايش بروح بقول لك؟ بقول لك ليش ما حررتش ايصالات للمواطنين؟ بتقول له الحين بدي احرر له، بقول لك لا يا عزيزي هذا تعتبر عمليه اختلاس وبسجلها عندي في التقرير. عشان هيك يا جماعه ويا ابناء الطلب انا بكرر مره اخرى، متى ما حررت الايصال والمواطن واقف، متى قبضت الفلوس اسف والمواطن واقف حرر الايصال، والا نفسك ممكن بعدي تقول لك طب ما انا بقدر الفلوس هذا احطها في جيبتي وانا عندي ايصالات بال 3000 بس، يبقى ال 2000 الفاضي هذول احطهم في جيبتي ولا لا؟ احطهم في جيبتي، وبالتالي صارت عمليه اختلاس رسمي. لو انا عملت القصه هذه على 3 4 شهور بكون ايش؟ بكون سرقت لي من خزينه الدوله الى 10000 دولار ولا 20000 دولار، وهذا الموضوع من المواضيع الخطيره جدا. طيب نتكلم عن وسائل التحصيل. عندنا ثلاث انواع للتحصيل في الدوله، اشهرها اللي هو بواسطه ايصالات القبض، وقلنا ايصالات القبض هي ايصالات الان شبه موحده نستلمها كلنا من وزاره الماليه، يعني لو انا محصل ايرادات في وزاره الزراعه بستلم ايصال القبض من وزاره الماليه. ايصال القبض طبعا هو عباره عن دفتر، الدفتر هذا مكون من 25 ورقه بالشكل التالي، او 25 صفحه اسف 25 صفحه. طبعا شكل الدفتر عامل زي شكل اللي هو ايش الملزم بتاعتنا، بنمسك بالشكل التالي في 25 ورقه، وكل ورقه فيها خمس ايصالات، وكل ورقه فيها خمس ايصالات، يعني عندنا 125 ايصال فعليا، يعني كل دفتر فيه 125 ايصال. طبعا الدفتر هذا مكون من اللي هو كل ايصال اسف كل ايصال عباره عن اصل وثلاث صور، اصل لون ابيض وثلاث صور عاده بتكون اللي هو اللون الزهري واللون الاخضر الفاتح واللون الاصفر الفاتح، هذه الثلاث الوان المعروفه. يبقى المستند او ايصال القبض عباره عن اصل ابيض وثلاث صور ملونه. الان المواطن طبعا انا محصل ايرادات اجاني المواطن لازم احرر له ايصال قبض، بعطيه اللي هو النسخه البيضاء، بتم اخذ نسخه عندي ثلاثه، الثلاثة اللي عندي واحدة بستخدمها أنا تقرير، لأنه في نهاية كل نهار لازم أعمل تقرير وأقول إن أنا حصلت مبلغ 5000 شيكل بموجب الإيصال رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 إن شاء الله، لا الإيصال رقم كذا. الآن يا جماعة لازم أمزع الإيصال اللون وأحطه في تقرير عشان نأكد صحة إيش؟ تقرير اليوم، بسموه تقرير الإيرادات اليوم. نسخة أخرى بتروح على ملف الايرادات العام اللي هو الايرادات، او بدناش نقول الايرادات العام، ايرادات اللي هو الوزاره نفسها، او على ملف اللي هو الرسوم نفسها. هذه رسوم مثلا تراخيص، هذه رسوم جمارك، هذه رسوم، والنسخه الاخيره بترجع مع الدفتر على وزاره الماليه. يبقى الان لما رجع الدفتر على وزاره الماليه حرجعه مش ب 125 ورقه، حرجعه ب 25 بس اللون عادة بيكون الزهر، فبكون من كل ايصال اخذت منه ايش؟ اخذت منه الابيض اعطيته للمواطن، اخذت منه مثلا الزهري او اخذت منه الاخضر وحطيته في تقريري، واخذت منه الاصفر وبعته للجهه المعنيه في الدائره، وبيضل اللي هو الدفتر فيه. الان الايصال الملغي طبعا ما استلمش المواطن بيضة، ولا انت بينفع تحطه في تقريرك ولا بينفع، الايصال الملغي بدبس الثلاثه كلهم في ايش؟ في الاخير اللي هتروح على وزاره الماليه، وحكتب انه الايصال رقم كذا كذا ايصال ملغي، طبعا قيمته قد ايش؟ صفر، عشان لما يقول لك وين الايصال رقم 1 مثلا كنت لغيته وبديت من 2 3 4، بقول له الايصال رقم 1 ملغي.
الطريقه الثانيه اللي هو بواسطه الطوابع البريد. طبعا عندنا مشهوره هذه القضيه في رسوم جوازات السفر. الان يا شباب انتم بتعرفوا لو الواحد بده يعمل جواز سفر ايش حيروح يقولوا له؟ حيقولوا له ادفع 200 شيكل رسوم، او رسوم جواز السفر 200 شيكل. طيب هل انا بدفع 200 شيكل وباخذ فيه النصاب؟ طبعا اللي عمل جواز سفر ايش حيروح يشاهد المنظر او يشاهد الحدث بنفسه. الدوله بتحصل منه الايراد بالطوابع. بروحوا بيقولوا له اشتري طوابع من البريد، طبعا بيشتري طوابع 200 شيكل وبحطن على ايه؟ وبحطن على طلب اللي هو الحصول على جواز سفر. الان في هذه الحاله بتكون الدوله حصلت 200 شيكل ولا ما حصلتش؟ حصلت، لكن بموجب ايش؟ طوابع. يعني لو كانت الدوله بعتك طوابع او حصلت منك ال 200 شيكل ما اعطتكش صار، ليش اعطتك؟ طوابع. وانت حر، يا بتحط الطوابع على الطلب وبتروح بتعمل جواز سفر، يا ان شاء الله تمزعهم، انت حر. لكن في النهايه هذول قيمه الطوابع قديش؟ 200 شيكل. يبقى الدوله حصلت منك المبلغ. يبقى الان عندنا اثنين مواطنين، المواطن الاول دفع 200 شيكل واعطانا ايصال، المواطن الثاني دفع برضه 200 شيكل للدوله بس اعطانا طوابع. يبقى الدوله حصلت ال 200 شيكل الاولى بموجب الايصال، الدوله حصلت ال 200 شيكل الثانيه بموجب طوابع. الان الطريقه الثالثه وهي المتبعه الان بكثره اللي هو بواسطه قسائم الايداع او فيشه الايداع.